اه مش قادره، دماغي هتفرقع. ايه برضه الصداع يا ابله؟ ايوه يا اختي الصداع، ما بنامش خالص، هنا سهر لغايه الصبح، يا دوبك الحق انام لي ساعه ولا ساعتين في البيت واقوم اشوف اللي وراي، مش عارفه اعمل ايه. يلا نجري، هاتي لي كوبايه قهوه ولا حاجه تصحصحني شويه، لحسن خميس ممكن يغير رايه ويجي، عايزه ابقى مفوقه. وهي القهوه بتضيع الصداع يا ابله؟ دي بتزوده وبتهلك الصحه على الفاضي. امال اعمل ايه يا ست الدكتور؟ تاخدي لك نص حبايه من الاحمر ده، هتوهوجي وتصهللي وتقفي دبابان زي الجندي في الميدان، ولا تحسي بحاجة أبداً. خدي يا ستي. لا يا ماما، ماليش في البلبعة. بلبعة إيه؟ أنتِ مفكرة حبوب هلوسة من بتاعة العيال دي؟ دي حبوب متجربة والكل ماشي بيها. هما الآلاتية اللي وراكي بيطبقوا بالليلتين إزاي؟ ما هم الأحمر دوت. جربي جربي، سمي ودوسي وعلى ضمانتي. هاتي يا منيلة. أيوة يا ستي، دي هتخليكي فلة. بسرعة المية. عيني. دي طعمها وحش قوي. وحش ايه يا ستي؟ دي حمرا وجميله يا مانجا. انت يا حال، الله يخرب بيتك. خمسه وطيري. الحقنا يا باشا، الحقنا، احنا كده هيبتنا هتروح وسط الخل، وانا قافل بقي ب 100 جزمه عشان خاطر عيون سعادتك والامر اللي ماشي على رقبه الكل. اهدى بس يا نوح، اقعد. اهدى اهدى ازاي بس؟ والواد بيرجع لي كل يوم والتاني معاها من افندينا، وانا ماشي جنب الحيط يا باشا، كافي خيري شري، بس برضه احنا كبار واللي بيحصل ده كتير. ابنك هو اللي بيجر الشكل يا نوح. الواد معذور يا باشا، محروق عشان ترى اخوه، ده انا ماسكه بالعافيه، بس بقى افندينا هو اللي سايق فيها، كل يوم والتاني يعوره ومره يهزقه وسط الخال وينقطه. الله، ودي مش اصول يا باشا. عايز تسمع نصيحتي يا نوح؟ يا باشا نصيحتك خريطه نمشي عليها كلنا. ابعد ابنك عن خميس لو عايز تفضل كبير في السوق. هاي يا عمروتي. اهلا يا حبيبتي. سلمي على اونكلك نوح الاول. ازيك يا انكل؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. الكوشي دي فريده؟ شوف كبرت ازاي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. ايوه كده، خلي النهار يطلع والشمس تبان. يا ما شاء الله، اللهم لا حسد، اللهم لا حسد. يا كان نفسنا نتعرف اكتر عشان البركه تزيد. اعزمي يا انكلك نوح على الحفله بتاعتك. لازم تيجي يا انكل. ان شاء الله، اعملي الليله الكبيره يا بنتي. ان شاء الله. انا عايزك في حاجه. خلص كلام بس مع اونكل نوح وبعدين نتكلم. يعني استناك هنا ولا اطلع اوضتي؟ شكلك خارجه، خلصي يومك وبعدين نتكلم بالليل. انا خارجه طول اليوم مع اصحابي، وانا بشوفك اصلا. بيكلميني في تليفون طمنيني عليكي. يبقى شد ودن ابنك يا نوح عشان يفهم. انا مش عايز شغب تاني، وما فهمش شد ودنه تاني. انا مش عايز اتدخل لغايه دلوقتي. هم يا رجاله، مش هنقعد طول النهار نرص بالكام كرتونه دول. يلا عايزين نوصل بالنهار. امن على الكراتين كويس يا مطر. حاضر. هاو ممكن نطيرهم. عناية. حاضر يا معلم. يلا شدوا حيلكم شويه. يلا يا رجاله مفيش وقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فندينا. هنشون البضاعه اللي هنستلمها في الكراتين دي. امال ايه؟ دي كراتين متامنه واخر حلاوه. يعني لو قابلنا كمين في الطريق مش هيعطل في حاجه؟ الله. ايوه امال ايه؟ زوز هات كرتونه فرج يا فندينا. حاضر. اتفضل يا فندينا. الكرتونه دي طبقتين، طبقه فوق معسل وطبقه اللي تحت معسل، وفي النص هنشون البضاعه، يعني اللي هيفتش مش هيلاقي غير معسل وبس، وده شغلنا يعني في السليم. يعني لو جه ظابط رخم رخم وقام عامل كده البضاعه بتاعتنا اتكشفت وعليها المعسل بتاعنا، يعني لبسينها لبسينها. الله عليك يا معلمي. خليك في شغلك هلا يا فندينا، دي عمليه متجربه قبل كده كذا مره وعدت. مش كل مره تسلم الجره يا خال، لازم يكون في فكر جديد، لازم. الحكومه بقى عندها حاجات حديثه، لازم احنا كمان يبقى عندنا فكر حديث. صح. مار يعني مثلا مثلا
بطني. نعم. لا لا استنى، الشغلانه دي عايزه واحد نبيه، عايزه واحد يلقطها كده ذكي. بص يا زوز، قوم رافنتين هتحل الصاجه دي بتاعت ارضيه الصندوق، وهتحط لي صاجه تانيه تحت، وفوق منها ترص البضاعه، وفوق منيهم تحط صاجه تانيه، انما دبل ومن غير مسامير. هتمسك ازاي من غير مسامير يا فندم؟ اتقل يا خال، اتقل عشان تاخد شغل نظيف. هتتحط كابس يعني، كابس. لاني احط ارضيه الصندوق الاصلانيه واربطها بقى بالمسامير. فهمت يا زوز؟ لا مش فاهم. انا بقى فهمت. لا حول ولا قوه الا بالله. محيرني انتوا جوز. والكراتين تبقى فوق زي ما هي، انما فيها معسل وبس. برنس يا معلمي. خدت بالك يا خالي؟ كده لو فتشوا هيفتشوا الكراتين مليانه معسل، اكل عيشنا. ومش ممكن يخطر في بالهم ان هم يحلوا ارضيه الصندوق. ولو جت في دماغهم هيحل الارضيه هيلاقي صاج، واستحاله يخطر على باله ان البضاعه في بطن الصاج، وكده نبقى في الامان. ولا يا خال؟ منك نتعلم يا فندينا. ايه، محدش يتعلم ببلاش. اعتمد يا ابني انت اهو، يتوب علينا ربنا. يلا يا مطلي، يلا عشان نازل الكراتين. تعال واوعى تحكها. يا ولدي خد يا ابني، خد يا زوز. ناوي؟ يلا هم يا رجاله. يلا يا اخوان انت وهو، يلا. ايه يا شو، كنت فين ده كله؟ انت مش عارف ان انا مسافر؟ عارف، بس كنت بقضي مصلحه وخلاص رجعت. طب يلا يا اختي قولي. هدخل، بس انت بالراحه على نفسك شويه، اعصابك. محمد رسول الله. جاهز يا خال؟ جاهز يا بندينا. خلاص نويتوا؟ ربنا معاك ويوقف لك ولادي الحلال ويبعد عنك الشر، وكل عين بصلك برضي. أمانة يا أم، ما تنسي تاخدي الدواء في ميعاده. أنا دوايا يا ابني إنك ترجع لي ناجح ورافع راسك ومرجع اسمك للسوق تاني. إن شاء الله ربنا يوفقنا ونرجع ناجحين ومسؤولين. ما تقلعيش على خميس يا حاجة، إحنا كلنا في داه وفي ظهره. ربنا يحميكم من العين يا عمر.